لما جيت المدينة سنة 2021 تقريبا، ايه التطور اللي حصل في المدينة؟ طبعا اول حاجة اشتغلنا عليها كان عندنا هدف زيادة عدد السكان اللي موجودين، لان مفيش مدينة من غير سكان. فعشان تقدر تستقبل العدد المتوقع من السكان كان لازم تطوير البنية الأساسية اللي موجودة، وده اللي احنا اشتغلنا عليه في محطات المية ومحطات الصرف وشبكات المية والصرف ومحطات كهرباء. احنا حاليا شغالين دلوقتي بنعمل محطة كهرباء عملاقة في مدينة حدائق اكتوبر، ابتدينا نشتغل فيها بالفعل، وان شاء الله متوقع الانتهاء منها على نهاية 2024. عندنا اشتغلنا على تطوير بقى المحاور الرئيسية اللي موجودة زي طريق زويل اللي احنا عدينا فيه ومشينا فيه، ده كان محور مهم جدا ورابط ما بين الطريق الدائري ولغاية طريق الدار الأوسطي، فمحور مهم كان لازم نستغله. استغليناه في طرح الأراضي اللي على المحور نفسه ان احنا نبتدي نبيعها عشان نبتدي نشغلها اكتر. طورنا الطريق نفسه بالكامل، ابتدينا نخلق محاور جديدة تاني للتنمية في المدينة زي محور طريق الار فور. ابتدينا نجمل في المدينة بصورة كبيرة زي الار فور ده اللي هو كان طريق وانتوا وسعتوه وخلقتوا منه مناطق، عملنا له ازدواج جنب صمد، جنب خط صمد، وخلقنا محور تنمية جديد لأراضي تجارية كلها بالكامل. الحمد لله تقريبا 70% من الاراضي دي اتباعت واحنا شغالين في الطريق حاليا، يعني لسه شغالين في الطريق، و70% من الاراضي كلها بتاعته اتباعت لانه كان واضح جدا ان هو محور تنميه كبير جدا. شغالين دلوقتي على محور تنميه جديد اللي هو محور الدخل العالي. دول اللي كانوا اتباعوا بالدولار؟ كل اللي عندنا تقريبا اتباع بالدولار. دخلنا دولارات قد ايه يعني تقريبا دخلنا بما يعادل تقريبا في حدود 12 مليار جنيه مصري لمدينة حدائق أكتوبر. مدينة حدائق أكتوبر بس خلال السنة اللي فاتت. يعني إيه الخطة اللي جاية لمدينة حدائق أكتوبر؟ طبعا احنا الفترة الجاية هنبتدي بقى نشهد بقى تطوير بعض المحاور اللي موجودة تانية. عندنا محور طريق النايل سات، طبعا احنا متداخلين مع مرور القطار السريع داخل نفس الطريق، فاحنا مستنيين لغاية لما القطار السريع ينتهي من أعماله وهيتم تطوير الطريق بالكامل. ده محور مهم جدا. أنا شايف إن في محاور كتير في المدينة بيتم تطويرها. بالظبط، إحنا شغالين بص فاهم، هي حركة المرور والدخول والخروج دي من المدينة دي من أهم المحاور اللي تخلي المستثمر يبقى عنده إقبال إن هو يجي يستثمر معانا في المدينة. الطرق تبقى كويسة، الشبكة تبقى كويسة، القدرات اللي موجودة للكهرباء اللي موجودة في المدينة تغطي الاحتياجات اللي إحنا نستهدفها، وده اللي إحنا شغالين عليه. لو عايز آخد فكرة عن المنتجات اللي بتقدمها هيئة المجتمعات أو وزارة الإسكان من منتجات عقارية في مدينة حدائق أكتوبر، كان أول حاجة أقل حاجة كانت موجودة اللي هي السكن البديل اللي تشرفنا طبعا بافتتاحه سيادة الرئيس، افتتحه بنفسه مشروع رائع جدا، ودي كانت توجيهاته في أن لازم توجيهات سيادته طبعا أن لازم يكون في حياة آدمية للمواطن المصري اللي نقل فيه بعض الأماكن العشوائيات اللي موجودة لمدينة حدائق أكتوبر في أكبر مشروع وأروع مشروع في بديل العشوائيات. وده بيدفع إيجار رمزي تقريبا 250 جنيه شهريا مقابل الصيانة والخدمات اللي بتتمله في المكان، يعني يعتبر ببلاش. أنا مش مصدق إن الإسكان ده سكن بديل للعشوائيات، يعني الناس اللي هنا دي كانت ساكنة في العشوائيات؟ بالظبط، يعني ده الحياة اللي سيادة الرئيس قال عليها إن هي حياة كريمة لجميع المواطنين. كان لازم نعمل حاجة مستوى كويس جدا يليق بالمواطن المصري. عايز أقول مثلا إن هنا أكتر من 50% من مساحة الأرض اللي موجودة هي مناطق خضراء، وفرنا فيها الخدمات سواء المدارس أو الحضانة أو الملاعب أو الوحدات الصحية. كل ده واشتغل على طول، ما استناش. إحنا المواطن كان جه واستلم الشقة، لكن طبعا إحنا دايما بنراهن على سلوك المواطن المصري، والحمد لله المشروع لغاية دلوقتي ظهر بصورة جيدة. احنا يمكن هيئة المجتمعات العمرانية برضو من ضمن المدن او الهيئات اللي موجودة اللي بتهتم جدا بموضوع الصيانة. صيانة ما بعد التنفيذ، يعني احنا خلاص مش مجرد ان احنا بنجيب مواطن وبنسكنه وبنقعده وبنسيبه ونمشي، لا طبعا. هنا بقى